أخيرا 10 داونينج ستريت سيفتح بابه أمام كير ستارمر، وهو طبعا الذي يفوز حزبه حزب الوسط اليساري حزب العمال البريطاني برئاسة الوزراء البريطاني بعد 14 عاما من حكم المحافظين. ماذا لديه من إرث يجب عليه أن يفي بكل ما وعد فيه من خلال برنامجه؟ طبعا نتحدث عن الأحزاب التي تم الإعلان عنها حتى الآن. حزب العمال يتقدم بشكل كبير جدا ب 409 مقعدا، عندنا المحافظون 120، الديمقراطيون والليبراليون أحزاب أخرى، والحزب الوطني الإسكتلندي. أنتقل الآن إلى ماذا لدينا في الأجندة وكذلك بما يتعهد به كير ستارمر. يقول يعني بأنه يتعهد بتحفيز الاقتصاد مرة أخرى وخلق الثروة هو أحد الأولويات، والنمو الاقتصادي سيكون عمله الأساسي. ماذا لديه أيضا؟ البرنامج الاقتصادي لحزب العمال يحمل في طياته وضع حد أقصى لضريبة الشركات عند 25%، تسريع وتيرة خفض معدلات الفائدة والتضخم، طبعا التضخم وصل إلى 2%، وكذلك إعادة بناء بريطانيا وإنهاء فوضى حزب المحافظين بحسب قوله، ووعود بتوظيف 6500 معلم جديد. قطاع التعليم مهم جدا، عندهم من أكثر الوظائف هناك في بريطانيا. توفير 40,000 موعد جديد وخاصة للمستشفيات أسبوعين، لأنه كان في ضغط كبير جدا على القطاع الصحي وكان شكاوى كثيرة بالنسبة لهذا الموضوع. أولى مهام ستارمر استضافة اجتماع للزعماء الأوروبيين، رح يتعرفوا على هذا الرجل الجديد. إلغاء خطة المحافظين السابقة بترحيل طالبي اللجوء، وهذا أمر ملف مهم جدا، والأبرز في المنطقة لدينا هو الاعتراف بدولة فلسطين كجزء من عملية السلام. ماذا لدينا أيضا ضمن هذه الأجندة؟ أبرز التحديات أمام حزب العمال وما يرثه من ريتشي سوناك. لدينا انخفاض مستمر في النمو، انخفاض في الإنتاجية، لدينا خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي ما تزال حتى الآن تدفع ضريبته، والحفاظ على هدف صافي الصفر كربون بحلول عام 2050 ضمن خطط طبعا تغيير المناخي، وكذلك مقاومة صدمة أسعار الطاقة بعد جائحة كورونا التي ما تزال حتى الآن بريطانيا تدفع فاتورتها باهظا. لدينا كيف تطور مسار الفائدة والتضخم في بريطانيا على مدار العام الماضي. التضخم يتراجع إلى مستويات 2%، بينما الفائدة تبقى ما تزال حتى الآن بمعدلات مرتفعة، وهنالك أمل بأن يتم تخفيضها في الاجتماع القادم لبنك إنجلترا إذا ما وجدوا أو اقتنع البنك أو بنك إنجلترا بأنه كافي حتى الآن ما حققته بريطانيا من معدل التضخم، إذا كانت هذه هي الأداة الوحيدة للحكم على نجاح المقاومة لمستويات التضخم الكبيرة.